وضع رئيس النيجر محمد بازوم وهو من أصول عربية تحت الإقامة الجبرية بعد أن انقلب عليه الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي مع مجموعة من العسكريين، وأعلن توليه منصب الرئيس أواخر يوليو 2023. فما القصة؟ الواقع أن تاريخ النيجر توليفة غريبة من حكم المدنيين والعسكريين وما بين بين. تعالوا نعرف أكثر. بحلول العام 1922 أصبحت النيجر جزءاً مما يعرف بغرب أفريقيا الفرنسية، بعد أن بسطت فرنسا في أوج تاريخها الاستعماري سيطرتها على ما يعرف بالساحل الأفريقي الممتد من السنغال حتى جنوب السودان. في العام 1960 استقلت النيجر وانتخب زعيم الحزب التقدمي النيجري هاماني ديوري أول رئيس لها، وبقي بمنصبه حتى قام ضابط يدعى حسين كونشي بانقلاب عسكري عليه عام 1974، ونصب نفسه رئيسا حتى توفي بعد الانقلاب بثلاث سنوات. وقتها اجتمع المجلس العسكري الأعلى واختار العقيد علي سايبو خلفا له، ثم جرت انتخابات عامة بعدها بعامين وفاز نفس الرئيس سايبو. في عام 1992 قررت النيجر أن تصبح دولة ديمقراطية، وأقرت الحكومة النظام السياسي التعددي بكل مؤسساته الرئاسية والبرلمانية، وأجرت بعدها بعام انتخابات عامة فاز فيها مهمان عثمان رئيسا مدنيا. عام 1996 انقلاب عسكري قاده الكولونيل إبراهيم باري مناصرة، ثم أجرى نفس الكولونيل انتخابات فاز فيها، ثم قتل هذا الرئيس بعدها بثلاث سنوات على يد جنود نصبوا له كمينا في مطار العاصمة نيامي. ونصب قائد الحرس الرئاسي داودا مالموينكي نفسه رئيسا، معلنا أنه سيكون هناك انتخابات مدنية عام 2000. وبالفعل جرت الانتخابات وفاز بها مامدو تانجا متغلبا على رئيس الوزراء السابق والمرشح محمد أيسوفو، لتذوق النيجر لأول مرة طعم انتخابات رئاسية ناجحة سياسيا. بعد 10 سنوات عادت ريما لعادتها القديمة. قام الجنرال سالو جيبو بقيادة مجموعة عسكرية تطلق على نفسها المجلس الأعلى للحفاظ على الديمقراطية بالقبض على تانجا بعد معركة بالرصاص الحي. فماذا حدث بعد ذلك؟ علق العمل بالدستور وألغيت كل مؤسسات الدولة، ووعد المنقلبون بإعادة الديمقراطية والحكم الرشيد للبلاد، متهمين الرئيس المخلوع بالتحايل على الدستور. في العام 2011 جرت انتخابات فاز بها محمد أيسوفو، وبقي رئيسا حتى العام 2021 حين فاز محمد بازوم بالانتخابات الرئاسية المدنية، وبقي رئيسا حتى الانقلاب الأخير. برأيكم ما هو مصير النيجر؟ هل يستمر حكم العسكر أم أنها ستعود لتواصل مسيرة الحكم المدني؟ في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.